تفضل ساعتي. شبيك تتشعر علي يا سعد؟ اللي يقول له كلمه ينق لا تبط واحده مخها على قده يقول لك فيها واحد مخه على قده زاد مشيت بدلت نمرها وطلبته بالنمر جديد قالت له تحت توا هاني بدلت النمر قال له والله لما ندبر نمروك كيبدا فيك رشحوته. برافو برافو سعد. برافو مات رجلها مشات للقبر تطل عليه تبكي وتنوح قالت له يا أحمد ولدك يحب صبات والآخر يحب سروال وبنتك تحب روبة. جاء في المنام قال يا فوزير أنا ميت مانيش تركيا. برافو سفيان. علماء مصدقين شوية عملوا تجربة على قطوس قسلوا ساقه قالوا له امشي اخي هرب قسلوا ساقه الأخرى قالوا له امشي امشي اخ قعد في بلاسته استنتجوا أنه القطوس قسلوا ساقيه الزوز يفقد حاسة السمع. برافو حلوة المقوية ما فهمت سفيان. يلا نعرف هالنكتة هذه نتاع من عام 60 هذه نعرف ويقصوا له اربع ساقين يقولوا له كس سبوتاج عندنا فيه سبوتاج. قال لك راجل راجل فاقد الذاكرة تساوي بنسى فمه محلول. برافو سفيان. بديت فك الراجل كذا مش نعطيك كلمة زاد فما زوز عملوا مشكلة واحد عاق بوه والاخر عاق امه. حلوة متوسطة. يلا برافو سعدي صوفيا. حلوة سيدي قال لك فما واحد حاجة الشر سكران كان البرا عيطت له مرته قالت له ارجع بسرعة راهو ولادك راهو ولادك مرضى. هو رجع في الثنية فهمتي ولاو يلقى لافتة مكتوب على لا تسرع اولادك في انتظارك. قال شوف 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 البيبة ما خلات حد ما قالت له. مرا كبيرة مرا كبيرة مشيت تعدي عند الطبيب قال لها ميمتي سنيك يرعشوا في الليل قالت له والله وليدي ما نعرفش مبيت فيهم فوق التابل تنوي. قالك شيخ شيخ يكلم في واحد قال له أحسن حتى يحسن إليك باي قالوا أني أحسنت أيهم بعد قالوا كو اتقي شر من أحسنت إليك. برافو سفيان. سألوا حكيم أيوة. متى يشعر الرجل بهموم المرأة فأجاب كي تبدأ مش مرته. برافو برافو سعد. برافو سعد يراوغ تفضل. واحد مشي للقاضي باش يطلق مرته وقالوا القاضي يا ولدي راجع روحك راك مش تعطي شطر الشهرية متاعك نفقة. جابوا عايشة قالوا اخدم على روحك كانت تاخو فيها كل. شيطان قالك يوسوس التونسي قال واسمع اركب كرهبتك وحط اغاني قالوا ما عنديش كرهبة به حل التلفزة وتفرج في الافلام اللي مش هي قالوا ما عنديش تلفزة هي قالوا برا البار اعمل كاسين قالوا حق دبوزة ما عنديش انا باش نشرب كاسين هي بيع دارك وبرا تفتق ووتلة وسهريات ودنيا اخرى فهمتني قالوا ما عنديش دار عايش على كراه وهارب من الملاك هي قالوا برا اسرق قالوا بربي شكون باش نسرق الناس كل ترفر يدخل قالوا المجازان اسرق تي بربي قالوا باش نسرق لا حليب لا سكر لا سي لا سميد لا حتى شيء باهي قالوا حافظ المعوذتين قالوا ايه حافظها قالوا بالله اقراها خليني نقلب منظري. حلوه نقطه طويله ولكن حلوه. الياباني اخترع اله تكشف السراق هاي حطوها في الصين كشفت 31 سرق حطوها في امريكا اكتشفت 22 سرق حطوها في فرنسا اكتشفت 50 سرق حطوها في تونس سرقوها. لا القاضي للمتهم علاش سرقت البنكة؟ المتهم سيد القاضي هي اللي بديت الاول. شنو هذا؟ برافو بربي شنو هذا؟ قالوا علاش سرقت البنك؟ قالوا هي اللي بديت الاول. هو قامي قاد وزيب دقري. برافو. برافو برافو. يلا سفيان سفيان سعدي حضر نكتة أخرى. يلا سفيان. قال لها ماذا ستفعلين إذا تقدم لك رجل أغنى مني؟ قالت له باش نتوحشك برشا. ماتت زوجته فلم يعد يرتدي واحدة ماتت زوجته فلم يعد يرتدي نظارته. قالوا له بالتأكيد لا يوجد شيء يستحق النظر بعدها. قال لا بعت لها ذهبها وعملت عملية باللازير. قال لكم امرأة ذكية برشا قرأت في بطاقة التعريف رجل الألمان رجل الأعمال
قالت له بدل بدل رجل فتحيه. قالت له عمان. قالت له الدنيا سخونه. قالت له الدنيا سخونه. قال ايه حل الكليم. قالت له والله حتى انا قلت لك نفرش الكليم ونتمد لوطه. برافو سعدي. اما الراجل اللي يحب الكليم مش لازم تتنمر عليه. صحيح انت نكد ضحكنا. لا ليش تتنمر؟ اما ما تضحكناش على الزوالي يا سعدي. واحد مشى لطبيب نفساني قالوا عندي مده ما نحكيش مع الناس دكتور زعما اش عندي. قالوا عندك الحق. معقد الطبيب. واحد عامل التليفون بسرق على دارهم وحطته سيرونسيو. شافوا بوها شافوا بوها يشعل بالضوء معناها فهمتني في جيبها من تيلي فهمتني. قال شنو هذاك؟ قلت له ابعد باش نوخر. لا حول ولا قوة الا بالله. فلو دخل الحانوت هو وامه شافوا مول الحانوت قعد يفدلك معه. قالوا كل حلوى من عندي خالصة يا اخي. جاوبوا الطفل بحشمة قالوا لا يا عمي ما نحبش يعيشك. هز مول الحانوت الحلوى ومديها له وحطها له في جيبه. وكي هما خارج معناها سألته امه علاش ما هزيش الحلوى من عند عمك؟ قال حبيته هو اللي مديها لي خاطر يديه اكبر من يديا برشا. واو واو. يلا اخر نكتة فيسع قبل الفاصل. يلا سعد سيد عندك شو واحد اخر زي ولاية قلبوه البخيل المشحاح برشا. بابا اعطيني 50 دينار نشري تبش متاع شرطة خاطر غدو عنا مسرحية في المدرسة. قالوا امشي لهم كيما انتي وقول لهم نختم سيفيل. الله الله الله.